دي التقاوي اللي انت زرع منها بعبده؟ اه دي زرع منها في زرع منها في الدان دي. اه وفي نوع ثاني؟ اه ده النوع الثاني ده؟ اه النوع الثاني شفته مضمون يعني. اه هي العمد. اه اه شوف كويس يعني. جميل خالص. طب الفدان ياخذ كثير من نيها الغلة دي يا عبده؟ الفدان ياخذ كثير مني. كثير؟ اه 10 كيلو. جميل خالص، لأن أنت برضو هتتحكم فيها يعني على الإيد يعني. اه بالإيد مش نقرة ولا؟ لا بالإيد لها غليتين. اه والمسافة كيف المسافة تمشي معايا يعني. غليتين في البورة. اه والمسافة تبقى قريبة. طب يا عبده يا أخي، في ناس زرعت البردة في شهر 4 أبريل، يعني تاخرت انت كده ولا ده معاده برضه؟ ده مواعيد، احنا مواعيده مواعيده برضه. وفي اللي هو في نوع احنا نقول الدمير عليه، الدماغ اللي هو هذا كمان ده تلف في شهر 8 ورايح ده. اللي هو البلدي ده؟ لا نقول الدمير النوع البلدي. يعني مساحه رمي البر يعتبر طويله يعني من 4 ل 8. من 4 ل 8 وبرضه احنا ماشي يعني برضه سبحان الله يعني برضه تطلع مثلا فتره الشتاء اللي فاتت تطلع فتره الشتاء وشغال معك البر. يعني في اي وقت ممكن تزرع؟ اه تزرع فيه. اه والبرضه الوقايه هنيت اللي هو المتابعه هنيت. المتابعه. ليه هي في امراض على الجيل البر يا ابو عبده؟ ليه؟ امراض هي السوسه اللي على الجيل البر تاكل قلب الجيل. الدوده دي؟ اه الدوده دي. يعني القصب دي الصقبه دي تجي في القصب وتجي في البر. فده احنا برضه لازم نتابع من الاول يعني. طبعا تقوموها بايدي يا ابو عبده؟ والله انا اول منها حاجه، اول حاجه يعني دائما الكبريت عندي ده شيء اساسي. شيء اساسي كبريت الزراعه ده؟ كبريت الزراعه اللي هو عادل. ده دائما نحب ده مطهر عام، مطهر عام. جميل. سواء في البر او في او في الكركديه مثلا او اي زرع نيته مطهر، والقصب برضه. والقصب؟ والقصب. يعني حاجه تنفع يعني. يعني حتبقى مطهر عامل كل حاجه. ده يطلع كم كوز النوع اللي انت زارعه ده؟ ده هو اللي هو الصناع ده يطلع اثنين وفي اطلع ثلاثة. يعني بس ده صلاه نبي الله وفقك اللي هو النوع ده اللي هو ده. الفرد. الفرد ده فردي. فردي. طب يعني يطلع كوز واحد ده يا ابو عبده يعني؟ لا يطلع اثنين. اثنين؟ انما كلمة فرد دي يعني هو كويس يعني؟ لا كويس يعني. الجودة بتاعته يعني. الجودة. جميل. وده الصناعة ده برضه ايه؟ ده برضه نوع كويس برضه. نوع كويس بس ده 700 جنيه الشكارة بتاعته. ده اغلى ده؟ لا ده اللي اغلى. ده اللي اغلى؟ ده ال 5 كيلو ب 1100. 1100 جنيه. وده جاب 5 كيلو ب 700 جنيه. يعني يعتبر ده الانظف واقوى واغلى. ده الاغلى. برضه انا اخذ قلت نجرب ده ونجرب ده ونشوف النوبة اللي نتيجتها اعلى. بالنسبه له بحيث تبدا تستمر في زراعته ان شاء الله. من ده. فدان وحنرمي نص فدان من ده. من النوع الثاني ده. والباقي حنرمي من الاخير. جميل جميل خالص. الله يديك العافيه. طب بالنسبه للبر يا ابو عبده، اديك يعني ان شاء الله باذن الله كده حتروي الريه برضه اللي هي بعد النقره دي. هل برضه حتسمد بنفس السماد؟ اول تسميد احنا دي بعد تنشيل يعني. بعد تنشيله. عشان نعمل نمو خضري معي. جميل. 46%. طب بالنسبه للتسميد بتاع البر عموما يعني في ناس هتقول ان هو هيدوه في الثلاث ريات الاولى. فهل انت برضه هتديه في الثلاث ريات الاولى السماد بتاعه ولا هتستمر معاه لغايه ما ينتج؟ لا هنديه في الثلاث ريات الاولى بس في تسميده اللي هي اللي فيها الكوز دي. اللي هي فيها الغلط لازم ندي جرعة الزين اللي هو البوتاسيوم لازم بوتاسيوم. البوتاسيوم ده عامل سكر في الزرع. يعني البوتاسيوم ده هو الاساس يعني موضوع البوتاسيوم ده مهم جدا لكل الزرع. اساسي يعني حتى الباميه برضه تحتاج بوتاسيوم. والله عندي. ليه انت عشان تاخذ انتاجيه احسن. شفت الجسم احنا بس في عامل العمود الفقري هو الحامل الاسمي. بتاسم ده العمود الفقري بتاع العمود الفقري بتاع غذاء الزرع. بتاع غذاء الزرع امال ايه. علم كل الحاجات يحطها لك في السواء في الصمره يحطها لك في الصمره الكام في الجدع مثلا التقويع يحطها لك يعني وظيفته انت محتاج المزارع انت ما حاليا البوتاسيوم غلي. غالي لكن برضه مهما يغلى مستفاد مني. جميل. فايدته كثير. يعني بالنسبه لانتاج الزرع انت ما تبخلش على الزرع بالبوتاسيوم. لا. لانه حيفيدك وحيديك انتاج. حيديك انتاجيه اصلا. يعني انا طويل الفرق ما نحصل طبعا. يعني انا ما اديتش حق في البوتاسيوم ولا الصراحه البوتاسيوم ده انا حاجه اساسيه معك. حاجة أساسية. زي السماد الطبيعي معك يعني برضه. الطبيعي في الارض اللي في الارض لا ترميه ده دايما. الكركديه برضه عندي بوتاسيوم. الباب عندها بوتاسيوم، القصب عندي بوتاسيوم. لازم ياخذ بوتاسيوم معي. الله يديك العافيه يا ابو عبده. طب بياخذ ميات كثيره البر او يقعد كثير في الارض؟ البر باخذ 3 شهور. ثلاث شهور.
بس البر بتاعي يحب قد ما كبرت البر معك يحب الميه يعني يحب الشيء اللي يطول في الميه. ما يعطش. ما يعطش. اختار مكان برضه يخليك. طيب يعني ده عكس الملوخيه يعتبر. عكس الملوخيه. نعملهم فصلهم بعض. يعني فصلهم بحيث الري مختلف. كل واحد يبقى لحاله. الله يديك العافيه يا بابا. الله يديك الصحه. وبعد احنا خلي بالك يعني مصر قوامه. لما قلنا قمح كامل في الزراعه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. والله يعني صراحه مبسوط منها يعني. خير كثير خالص الحمد لله. ما نقول بر بر ان شاء الله باذن الله. حتلقى بر كثير وقمح كثير سنديه. والله صلى على النبي والله حي تفرح يعني. ربنا دائما عمرانا بالخير. الحمد لله. ان شاء الله في الخير على طول يا رب. ان شاء الله في الخير يا عبد الله. ربنا يوسع عليكم يا عبد الله. الله يرزقك يا عبد الله يوسع عليك. ونمس على زملائنا واصحابنا اللي هم في متابعين الخلا بتاعتنا. الله يبارك لك يا شيخ. الله يبارك لك. حتى حلوه ربنا يبارك لك ويديك الصحه ويكون بس خير على طول دائما يعني. حسناها وشو انا تعرفت على ناس من بحر، تعرفت على ناس من قبل وفي كل جنب. من خلال البرنامج يعني. الله يبارك لك يا ابو عبد الله. الله يديك العافيه. الله يوسع عليك يا شيخ. الله يبارك فيك يا ابو عبد الله. الله يبارك فيك وان شاء الله تكون قد خير يا ابو. امين يا رب. الله يبارك فيك. الله يديك العافيه يا عبد الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. دلوقتي يا اخي الناس هتنقر بالطور يعني، انا شايفكم شغالين بالايد المره دي. والله واسع عرفت رميه الذره دي ليها عده طرق. كمثال في ناس تمسك بالعلبه زينا وعشان تتحكم في التقاوي تحط وحدة أو اثنين حسب جودة التقاوي، إذا كانت جودة التقاوي جودة عالية أنت تحط حباية واحدة، إذا كانت أدنى شوية تحط حبايتين، لو كانت فيها التقاوي الدنيئة شوية نسبة أقل تحط ثلاثة، احتمال وحدة تموت أو وحدة تفلها وكذا وكذا، تبقى يعمل حساب كل حاجة. في ناس ترمي طريقتين، طريق عن طريق العلبة كده، وطريق في ناس اللي هي بطورة بالنقرة وسطاني، وبعد كده ترد الكتف الدربيس من هنا ومن هنا وبعد كده تقيم السرايب. فحسب كل طبيعه كل ارض، اذا كان الارض سيابه او الارض يعني ارض ناعمه او محصوله يعني. اذا كانت الارض شديده، لان اذا كانت التربه سوداء انت ترميها في بطن السراب وبعد كده ترد عليها كتاف عشان هي جميل. لو كانت الارض صفراء ترميها بالجنب زي حكينا الموضوع اللي احنا حاليا اللي شغالين فيه ده. الله يديكم العافيه يا عبد الله. كل مزارع يرمي الحبايه ويتوكل على الله وربنا يقدر ان شاء الله. الله فربنا يهدي الناس والسلام يعم في جميع البلاد العربيه، وحفظ الله مصر شعبة وقيادة وحكومة. مصر قلب العرب وقلبة الأمة العربية، هي دعم للدول العربية، وندعو من الله أن يعم السلام ونحفظ مصر. آمين. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. شعبة وحكومة وقيادة. الله يديك الرئيس. فخامة الرئيس لا يتوانى جهدا في دعم الزراعة ودعم الإرشاد الزراعي حتى يتمكن المزارع أو الفلاح من إنتاج أكبر كمية من المحصول ان شاء الله، ويتوفر لنا الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج ان شاء الله. ربنا يوسع علينا وعليكم ان شاء الله. الله يديك العافيه. الله يديك العافيه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حوالي كم بين كل نقره ونقره؟ يعني حوالي ممكن في ناس تعملها 15 سنت وتبقى 10 سنت او 8 سنت، ويتم التسميد يعني سريعا حتى يعني الشامل او جاب اللي هو الشمع او الشعان الجديد اللي فوق يتوقف التسميد. تمام. المدة اللي كنت انتهت في الفترة دي كنت انتهت مدة التسميد بعد ما يطلع الشمع. جميل خالص. الله يديك العافية. الله يبارك فيك. الله يديك العافية.